بالسنة. الشمال في دورته التدريبية، احنا حقيقة كما كل سنة ونحاول نطور من سنة لأخرى، نبداو تكون أنشطتنا على مستوى مؤسسة الخدمة الجامعية في هذه الولاية في نشاط ثقافي ورياضي، تم اختتام نشاط رياضي في أبريل في باجة، واليوم نختتم كامل الأنشطة الثقافية والرياضية، ونتوجهم إن شاء الله في الظاهرة رحم هذا في مدينة العروب، انطلق التصفيات منذ شهر ديسمبر. كل جهة وكل مؤسسة من جهات الإحتياج يرجع بالنظر لديوان الخدمة الجامعية في الشمال احتضنت أحد المسابقات، واليوم إن شاء الله نتوجه كافة الأنشطة ونعديه في حيز زمني لساعتين ابداعات أهم ما أبدعوه الطلبة في المجال الثقافي من موسيقى ومسرح وكوريغرافيا ولوحات قاعدين تشوفوا فيهم توا في رواق. في هذا الرواق فما لوحات تتعلق بالخط العربي ولوحات أخرى تتعلق بالرسم بمختلف أنواعه، وكان السنة اخترنا الموضوع هو الطريق للحرية اللي تم اقتراحه على الطلبة في الورشة اللي صارت خاصة بالرسم، وكل واحد أبدع وصور ما يراه أنه يمثله الحرية وكيفاش الطريق إليه. أنا طالبة عمير بن عطية، ننتمي للمركز الثقافي نؤد في منوبة. المشاركة بتاعنا اليوم تتمثل في كلوب بانتور، كلوب المسرح، كلوب السينما، كلوب الباسكيت، الموسيقى، والإكسيبسيون في الكلوب زفية أسترونومي. عمير علياتي، مناسقة ثقافية بالمركز الجامعي للنشاط الثقافي والرياضي. في الموسيقى المشاركة الطلبة في
سابقة في الرسم معنا طالبة اللي هي الطالبة الأولى في مسابقة الرسم، عديد المشاركات في مسابقات يعني جهوية ويعني خارج حتى ديوان قلمات جامعي شمال، شاركنا حتى مع مؤسسات من ديوان قلمات الوسط وجنوب، وكانت ديما مسابقات توجه فيها الطلبة بكل نتائجهم طيبة وكل متفوقين ومتميزين، وهذا هو علاش نخدم ونحن نخدم سنة جامعية كاملة في أنه نكون الطلبة ونخرجوا في آخر العام بقدوين، نخرجوا يعني بنتيجة ظهر المهارات ظهر القيمة اللي عند الطلبة في النشاط الثقافي. حين العربي ملصق ثقافي من مركز جامعة الترشيد الثقافي والرياضي بسليان. مركز جامعة الترشيد الثقافي والرياضي بسليان أثناء عمل مسابقة الخط العربي في إطار مهرجان الثقافي والرياضي لديوان قدمات الجامعية دورة 32. المهرجان طالب الخط العربي كان يوم 16 و17 فيفري 2019. هذا جانب النشاط العادي بتاع المركز لأنه نشاط النوادي والنوادي الرياضية والنوادي الثقافية. شاركنا في الأدوار التمهيدية والأدوار الدور نصف النهائي بتاع كرة القدم، شاركنا في المسرح، شاركنا في الرسم. شكرا حمدي مدير مركز الجامعة للترشيد الثقافي والرياضي في كاف، في عدة أنشطة نوادي، نادي المسرح، نادي الموسيقى، كرة القدم، كرة السلة والبلايات، نقوم بعدة نشاطات منهم تنظيم مسابقة المسرح في إطار دورة التدريب للمهرجان الديوان الوطني ديوان خدمات الجمعية للشمال، وكذلك شاركنا عدة شركات، فزنا بالمرتبة الأولى والثانية في مسابقة العدو في زروان، وعندنا مسابقة سيكا للعدو هي مسابقة رياضية موجهة للطلبة في الشمال الغربي، وكذلك عندنا أنشطة مسرحية وموسيقية. سعيد إسماعيل مدير مملكة جامعة الغالبية الجزر، مشاركة المبيت كانت على الأنشطة الثقافية في الدورة 33 لمهرجان الثقافي والرياضي ديوان خدمات الجامعية، شاركنا في الأنشطة في المسابقات الرياضية اختصاص كرة اليد وكرة السلة، وكذلك في مسابقة المسرح اللي تعرف في الكيف، ومسابقة الرقص اللي كانت في نابل، وتحصلنا على التتويج في لقب أحسن ممثلة اللي هي سوار جلاسي اللي إن شاء الله بشيخة تكريم في حفل الاختتام. العادة معنا تلميذ الجامعي طالبات حريص على المشاركة في المهرجان الثقافي والرياضي اللي هو متنفس للطلبة، واللي معناتها نشجعوه انه يباركوا كل الأنشطة نتاعو، خاصة من اللي خرج من العاصمة ولا يتنظم في مختلف جهات الجمهورية، وعملوا كان الاختتام في بازار وصلنا معناتها كانت فما أنشطة في الجامعة. هذا توجه محمود الإدارة العامة اللي تشارك كل الجهات في المهرجان، باش الناس كلها تفرح والطلبة كلها تفرح وتشارك، وكان كذلك ما العدو في زغوان وكان يوم متميز، وإن شاء الله الطلبة بتاعنا كلهم يعودوا من ملتزمين مع المهرجان هذايا اللي هو مناسبة سنوية للاحتفال وللتعبير على معناتها الإبداعات الطلابية في مختلف الميادين الثقافية، وإن شاء الله بالتوفيق من أحسن من حسن إلى أحسن. باش قدم مسرحية مع بنت التالبيت مروة أولاد عبد الله، أنا قرب الكمبيوتر منار، شاركت في مسابقة يومية الطالب، حاولنا أنا وصاحب دروبنا غراي نقدموا فكرة كيفاش نعيشوا في الكوية وكيفاش نعيشوا في الجامعة. شاركنا في يومية الطالب أنا وصاحبتي مروة أولاد عبد الله، عملنا فيديو جسدنا فيه حياتنا كطلبة بريد هذيك الكل، باش يبقى لنا ذكرى بيناتنا. Thank you.
برشا ولكن كتبت في رئيس Thank you.
بعدنا موعدنا أرضك يا بلدنا مهما تغربنا وبعدنا مهما الأيام تقسى الأيام تقسى الأيام على حبك نحن توعدنا على حبك نحن توعدنا على حبك نحن توعدنا. يعتبر النشاط الثقافي والرياضي لديوان الخدمات الجامعية للشمال هو مكون أساسي من مكونات صقل شخصية الطالب، وهذا هام جدا. وتعتبر الأعمال الفنية والرياضية والمسرحية والسينمائية والفنون التشكيلية هي رافد من روافد التدعيم والترسيخ هذه القيمة على الفنية واكتشاف الطالب لما هو وقته. ويعتبر المركز الثقافي الجامعي للفنون الدرامية والنشاط الثقافية ناشط المزيان أحد أهم الفضاءات المساهمة في تدعيم وترسيخ شخصية الطالب. هذه السنة أنا حاولنا العمل على جميع الفنون وجميع تقاسيمها، ركزنا أيضا على الخط العربي. نتيجة من النتائج هي فوز الطالبة سيرين الرويسي ابنة نادية الفنون التشكيلية بالجائزة الأولى في المهرجان الوطني الطالبي للخط العربي. والجسر والأدمع باكية ترغب العودة إلى مهدها الأول. حينها كنت بدوية لها كحل من وهج الصحراء ولها وجع ضائع كالطفل. حين التقيته تمتم الصباح بكلامه المباح فحفرت القصيدة وشما على جسده العليل تتردد الأوجاع فيه من كل اتجاه صح الديك بعد ألف ليلة ودنيا. من خطاب دون كيشوت إلى سانشو العربي: اقرع الأباريق التي نادمنا وآمنت بشفاهنا استجلبها إن اليوم سنخطب فيها الوداع ونرحل. قم أقم مجلسا قم أقم مجلسنا وأقرئنا مر الكؤوس. الكؤوس عليمة بأن القتلة إذا ما ابتهلوا لقتل أحد سيدسون في العسل سما. قلبي شرنقة الوجد الأخير قلبي شرنقة الوجد الأخير مهجع الطيه تمادى موهلا في سرادي. قلبي ابن الريح قلبي ابن الريح يعصف البوح فيه نغمة من كرنفالات الرماد. جسدي إلى الحركة مع هذه اللوحة الراقصة سميها ما شئت. Every time I see you, realize how much I need you. I hate you, I love you, I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you, I hate that I want you. You want her, you need her, and I'll never be her. I miss you when I can't sleep, but right after coffee, right when I can eat, I miss you in my front seat. Still got sand in my sweater, so nights we don't remember. Do you miss me like I miss you? Fucked around and got attached to you. Fancy break your heart too.
اللي هما كل عام يورونا بريمو طاقة إبداعية كبيرة برشا، وإحنا موجودين هنا جيت باش نأطروا باش نوفروا الإمكانيات اللازمة إلى كافة أسر الخدمات الجامعية من مديرين من أعوان وعملاء ومسؤولين في الإدارة المركزية في الإدارة الجهوية. شكر كبير مرة أخرى ليهم لأنهم بريمو يخدموا في كما قال جنود الخفاء هما في ظروف برغم رفوها صعيبة وفي أوقات مختلفة في الويكاند في الليل، لكن مصرين على أنه كل عام يقدمون لوحات فنية وإبداعات فنية كبيرة برشا نحتفي فيها بالطلبة، ووراء كل طالب طبعا مشرف ومؤسسة، فتحية للجميع، وهؤلاء هم الطلبة المتوجون.
لحظه